أتى أخيراً لننهى مثل المخبولين، فرجل التصليح انتهى أمره. انظروا، هذا يبدو ذا فائدة، بل أنا متأكدة أنه ذا فائدة زائدة. يبدو أن القدر قد جمعنا مجدداً يا صغيرتي ريفت. إن القدر يريد رؤيتك تضرب يا بيير. يوه يا قراصنة، هجوم! يا إلهي، القراصنة يهاجمون من أجل الخردة. لن يحصلوا على القاذفة. يمكن الاستفادة من الأرض المرتفعة هنا. فكرة جيدة. الدروع يا رفاق! دروع؟ علينا أن نكون أكثر إبداعاً.
ربما سيساعدنا رجل التصليح. مرة أخرى نقوم بعمل جيد بمفردنا. لا يمكننا. إلى هنا.
حان الوقت يا صديق. لن تسير على لونك الشفهي، ستكون النهاية على يديك. متأكد؟ أجل! أقترح أن نتخلى عن السفينة. ذهبت الاقتراح. هذا رائع. أوه، سأسعد إن لم أرى فرصة
أعرف كون رجل التصليح آليا ليس ما كنت أتوقعه. ربما عندما لا يقاتل القراصنة فهو عملاق لطيف. لا خبرة مع الروبوتات الكبيرة لكن سنرى. يقولون إنهم يبحثون عن رجل التصليح. إذا لنقتلهم سريعاً. ستدفع ثمن إغراق سفينتنا الخاصة. تصدقوهم يا رفاق. تقترب اللومبا من رجل التصليح. اهجم من زاوية مختلفة بالارتباط مع هذه السطوح. كنتما تظنان أنكما ستهربان. استمر في إرسالهم بيير. أنتظر أن تنزل وتحاربني بنفسك. كلا يا معرفة أن إصلاحكم سيكون سهلاً بأن إصلاح رجل التصليح مهمة الحمقى. تقول شيئاً. سأفتقد محاولاتك. لدينا غطاء جيد هنا وسأتسلل إليهم من الأطراف أيضاً. كنتما تظنان أنكما ستهربان. استمر في إرسالهم بيير. أنتظر أن تنزل وتحاربني بنفسك. كان علي معرفة أن إغراقكم سيكون سهلاً لأن إصلاح رجل التصليح مهمة الحمقى. تقول شيئاً يا بيير. توقفت عن الإلقاء. سأفتقد محاولاتك لاستفزازي يا ريفت. لست بحاجة لتعرف ذلك. بالارتباط مع هذه السطوع. كنتما تظنان أنكما ستهربان. استمر في إرسالهم بيير. أنتظر أن تنزل وتحاربني بنفسك. كان علي معرفة أن إغراقكم سيكون سهلا لأن إصلاح رجل التصليح مهمة الحمقى. تقول شيئا يا بيير. توقفت عن الإلقاء. سأفتقد محاولاتك لاستفزازي يا ريفت. ضربة موفقة. وإلا سينتهي نحونا. الأحمق الموجود في الفضاء. لستم بارعين في هذا. لا تصحميني في فشلهم. أنا مجرد وجه العملية. ربما سيفهم بيير الآن. عن تجربة لن يفهم. you
به من أجل رجل التصليح وكذلك أنتم. لن أتوقع. اقتربنا من رجل التصليح. أكون سعيدا للغاية حينما أقضي عليكم بنفسي. لن ينزعج بيير مجددا. سوف يسعد بيير يتم القيام به من أجل رجل التصليح وكذلك أنت. ألم تستمع؟ هيا! إصلاح المرحلة كوارتز. إذا نحن في ورطة، لكن لا داعي للقلق الآن. أنا محبط ومتحمس، شغل الألوان وأسير إلى الآخرين. يجب أن نمنعهم من الوصول لرجل التصليح. ماذا لو لا يمكن إصلاح المرحلة كوارتز؟ إذا نحن في ورطة، لكن لا داعي للقلق الآن. سنصلح رجل التصليح. علينا تشغيله أولا. تم إيقاف تشغيله لأنه معطل. ها، مفتاح تشغيل رجل التصليح. مرحبا، هل أنت بخير؟ لا، أنا محطم مثل كل شيء. لا شيء يمكن إصلاحه. أوه يا،
قادمة. إجرام فاشل وزائل. القرار هو الأمر الطبيعي. هذا أصبح رجل التحطيم. ترى رقيقا معطلا. يجب أن تتقبل عضلك. هل هو يتحدث عني؟ بسبب ذراعك؟ لا تسده يا بولت. إن كنت معطلا فأنا أيضا. أعتقد أننا رائعان. ألديك أي أفكار؟ لأنني أواجه صعوبة في التفكير أثناء الهروب من روبوت عملاق قاتل. أعمل على ذلك. الإصلاح هو التنوير، لكنني لا أستحق التنوير. ليس لدي الحكمة. قد تكون لدي فكرة. أنا أستمع. أنا معطل، لا أستطيع الإصلاح، لا يمكن إصلاحي. أيمكن أن يتوقف كل شيء عن الانهيار؟ أرتجل. ربما أنا مختلف عما كنت، ولكنك ساعدتني لأدرك أنني ما زلت كلانك. أنا أشعر بالراحة. حين طلب الفولاذ حمايتهم أدركت وقتها العديد من الأشياء المحطمة، العديد والعديد. وأنت أصبحت بائسا. ولكن قدرتك على إصلاح غيرك، لتعلم أن الأمر لم يكن سهلا. كيف بإمكاني أن أرد الجميل؟ أيمكنك إصلاح هذا؟ شكرا لك. منحتم الأمل إلى روبوت عجوز ضخم للتو. أنا من يجب عليه أن يشكركم. هل نعود إلى السفينة؟ أمل أن راتشت حط. لحظة. مرحبا بك. تفقد السلعة بحرية. على كل حال آمل أن راتشت حظي بوقت أفضل لبناء الناقلة البعدية الجديدة. إذن سنتحدث عن إنقاذك لي هناك. هل أنقذتك؟ أجل، إنك موهوب حتى في بعدي. أنا أشكرك يا ريفت.